تخدم صفات. نحكيه على وحدة إنتاج المحلي الوريدية بالأكيس، نحكيه على وحدة إنتاج المحلي الوريدية بالقوارير، وحدة إنتاج الأشكال الجافة، نحكيه لهنا على الكومبريمي والأدوية اللي هما بالأقراص، ووحدة إنتاج الأشكال العجينية، نحكيه على الجل أي كريم اللي هما المراهم، تعزيز المستشفى الجهوي بجندوبة، المستشفى الجهوي بتبرقة بأجهزة مفرس جديد لوسكانير، وكذلك مركز جديد لتصفية الدم في المستشفى المحلي بعند راهم وغيره. واقع المستشفيات العمومية في تونس خاصة وقت الرئيس الجمهورية يقول راهو الأموال مرصودة، علاش اليوم يقعد؟ رانا نحكي ساعات على سكانير يبدأ موجود في جندوبة مثلا، وسكانير هذي يقعد كشتي عام وعامين، وهذي ريناه وإحنا خدمنا عليه حتى دي روبورتاج في الإعلام وغيره، وما يخدمش سكانير. شوف وضعية الصحة العمومية في تونس راهي وضعية ماش باهية، خنقوله ماش باهية باش نقفوا في الحكاية هذي، وهذي إضف نتاع أكثر من 30 سنة. هاو علاش سامح؟ على خطر أعطيني أنت في 30 سنة الأخرانيين قداش من سبيطار جامعي تعمل في تونس؟ ما فماش. هذه سياسة الدولة. دونك المسؤولين توا وضفوا وضعية خايبة أي. اللي هي راهي من قبل الثورة بأحقاق للحق، معنتها الصحة العمومية كلات ضربة خايبة من 87 أرجع التالي، خاطر تعمل الساس في الجمهورية الأولى خدمنا بسبيترات بعد نورمالمون اندوا يلزمنا نزيد نقوي، ما قويناش قعدنا في نفس المنظومة، وحبينا نعملوا صحة عمومية بريفي، ما نعرفش كيفاش تتسمى هذه لي زوبيتو بريفي، وخرجوا راهو في الرايد الرسمي وانا ريتو في 2009 و2010 معناتها كان فما ماشيين لخوصصة الصحة العمومية. باه زدنا عملنا. شوف الصحة العمومية راهو انا واحد من الناس نعرف بالقدا وعن قرب السيد وزير الصحة اللي هو الفريق اول طبيب دكتور مصطفى فرجاني، انا كان عارفي ونعرفه بكده ونعرف الإنسان عن قرب، معناتها الكومبيتونس والتواضع وراجل طبيب تخدير وانعاش، معناتها وحيته كل في السبيترات يعرف. أما شنو ما لي مويا اللي عنده؟ راهو عندك مشكلة نتاع السبيترات، عندك مشكلة نتاع بيرسونيل. تعرف وزارة الصحة راهي من أكبر الوزارات بوندو إفكتيف الدولة وأقل واحدة رندمو، معناتها أنا ش حبيت نقول؟ حبيت نقول راهو التصليح باش يستغرق شوية وقت، راهو ما ثم حتى حد عنده عصا سحرية. الأمور كيما التعليم وكيما النقل في تونس الصحة والتعليم والنقل ومام بيد ديجاليتي. باه هذا واحد. اثنين نرجع نحب نحكي على الاكتفاء الذاتي نتاع الأدوية. ما صاب والله إن شاء الله، مي هذا راهو ما يتعدى إلا ما تجيب دي انفستيسمون وتكون الصياد للمختصين في معناتها يزمك تقوي لوكوتي أكاديميك وحده هكاكا حل معمل واحد الصفات حياتها كل تخدم. وقتاش ضربت من بعد الثورة؟ تعرف الصفات هذه كانت هي الاليمونت لي زوبيتو. نحن كي نقولوا كلية صيدلة عملوها في صنع الدواء، اخلقها ان سونتر يصنع الدويات في اوكور دو كورسوس تاع الريزيدانا باش يعطي الدويات للسبيطارات حتى بلاش ولا بالسعر رمزي. يقول لك صعيب ويلزمنا لي تيكست دو لوا خاطر حكينا فيه لي ديبا هذوما. بون انا شو نقول؟ قول اذا كان انا عندي سؤال لهنا على خاطر شوفوا مثلا يقول لك اشاد رئيس الجمهوريه بانشاء عدد من مراكز الصحه الاساسيه. احنا نعرفوا اللي من الاستقلال لليوم كان هذوما مراكز الصحه الاساسيه كانت في لي بروجي الاولانيين، المنوال الاول والثاني والثالث حتى اللي انخلط المنوال الرابع كيف نحكيوا على بورقيبه. خليني نكمل لهنا انشاء مراكز صحه اساسيه ينجم يخفف الضغط على المستشفيات، لكن الى اي مدى؟ احنا كيف نقولوا مشاكلنا راهو في الامراض كيما الكانسير مثلا في الولايات ما فماش مستشفيات جامعيه وغيره، الى اي مدى مراكز الصحه الاساسيه هذيا تنجم تكون حل ولا تخف على الضغط؟ مراكز الصحه الاساسيه تنطلق في سياسه البوليتيك، ما تحلش المشكل. شوف اسمعني سامح، صالح عزيز هو الانستيتيو الوحيد تاع الكارسينو في تونس تاع الكانسير، الهادي الرئيس هو الانستيتيو الوحيد تاع الأوفتالمون تاع العينين في تونس. طيب هذا معقول؟ معناتها مستشفى الأطفال حبيب حمزة هو الوحيد اللي في البيدياتري في تونس.
انت تحل دي زونيتي دو راديولوجي نتاع راديو ما فماش طب تحط سكانير تعمل قبل شي يعملوا حطوا سكانير هنا جبنا المنطقه ذي سكانير ولا ايكوغراف ما فماش راديولوج هنا حلينا مخبر تحليل وما فماش بيولوجيست كيفاش تخدم عباد كانت قبل تعمل في السياسه بالصح توا وقيت باش نقعدوا باش نعملوا صحه انيتا دي ليو واش نجموا نعملوه بشويه بشويه على خاطر الوضعيه اللي لقاوها المسؤولين تاع توا راهي ماشي سهله معناتها هذايا راهو واضح لي بروفيسيونيل دو لا سونتي الكل يقولوا لك الكلام هذايا باه حاجه اخرى السبيطارات واللي فالسين والترافيك نتاع الدواء وينهم لي كاميرات سيرفيونس سبيطار صفاق سي اخي مش ولا ان سيرتان مومون دوله في وسط دوله ولا انا غلط ولا انا نسيت مش هزولهم مدير عقيد طبيب شكري التونسي طردوه ما خلوش يدخل السبيطار صحيح تعرف علاش تحب نقول لك علاش خاطر لو ريزو اي دولاب ومع دوله شقيقه وتخريج ماتريال من السبيطار ويمشي يتعمل شو معناتها راهو دوسي كبير ويلزم شنو يلزمنا نحطوا الاهداف ونصبروا شويه قد تربي مع المسؤولين هذوما نورمالمون ما ثم كان الخير واحنا نحكيو كمان زيد على فتح العروض الماليه الخاصه بانجاز اربع مستشفيات جهويه نحكيو على غار ديما في ولايه جندوبه جلمه في ولايه سيدي بوزيد حفوز في ولايه القيروان مكثر بولايه سليانه ان شاء الله احنا ما قلنا توا في اطار دوله البناء ان شاء الله كيف نحكيو على فتح عروض ماليه بعد كيف نتبعوا نلقاو هالفتح العروض هذا وين مشي وبعد ما يعطيونا دي ديدلاين على خاطر التصاور ديما مزيانين و لي انتونسيون سون توجور تري تري بون بار كونتر في بعد وين هالمستشفيات هذه وقتاش باش يصير المستشفى نشوفوه هكا في فوق الارض معناها مش نوار سور بلون على التصويره يبدا مصور بها ما نعرفش انا ان شاء الله تكون هذه بدايه لانه الناس اللي في بالحق في حفوز ومكثر وجلمة وغار ديميرا ما تعرفوش معناها يسمعوا سيد العميد اللي فما مستشفى جهوي جاي في المنطقة شوف أنا أعرف الرجل ومتأكد أنه باش يعمل كما نخدمه احنا بصفة عامة نخدمه بثلاث حاجات اللي هي لو كونستا يعني ما يجيش يبني أحلام في ولا قصور من الورق أو شو يعمل الإيتا دي ليو كما قال سيد أنا متأكد يعمل الإيتا دي ليو كونستا جنرال وين المشاكل بعد ثم تقييم علاش هذو شنو السبب فيها ثم تجي الحلول ما يلزمش نتسرعوا انا متاكد اللي الرجل باش يعمل وفرصه لينا لانه نجح في الصحه العسكريه نجاحا باهرا راهو لما حال المديرين الكل ساهموا فيها لكن هو بصفه خاصه راهو ساهم في الشهره تسمع الكل بالله مستشفى العسكري والصحه العسكريه وعمل دي بوليكلينيك تقريبا في الولايات الكل يعني شوف الامور هذه جي على طوال استراتيجيه واضحه المعالم وانا متاكد ان الرجل كان اعطيه وقته سينجح في حاجه ربي يعاونه بدون صعيب وثقيل كما كان يعني في برشا امور متداخله وفي برشا هاك جماعه اللي تعطل وهاك جماعه نعرفوا بعضنا نعرف واش نحكيوا فهمت اذا ربي يعاونه دوسي ثقيل لكن انا متاكد باش ينجح واضح به احنا ماشي نفاصل من حب نقول معز منوبي كل عام تحيب الف خير بكرو يكتب لنا في الكتيبه معز ثبت لي في الكتيبه الامور ماهيش ماشيه معك معز والله كتبت شو نقول لك معز منوبي كل عام وانت حيب الف خير اليوم عيد ميلاد وتحياتي لكل من يتابعنا تحيه كبيره لك ايوا مكتوب وغادي ما قلتوش شو استنى باش ناخذ في ظهر نتكلم باش ناخذ ظهر بعد الفاصل رجعت لك معز علي توت سويت تبليس تسمع غريبة في نهجة البنال والدريبة من الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة وفي الويكاند بالعريف بالحكاية الباغانورماليجيك سبور غرام من الاثنين للاربعة من الثلاثة للخمسة في اكس غتاي وفي نفس التوقيت كل خميس وجمعة معنا شي ما يفوت في داتا فوت وما تفلتش استاد ديوان كل عشوية سبت وحد أحلى لما وأحلى ناس في ناس الديوان من الخمسة للسبعة متاع العشية في 60 دقيقة تعرف الحقيقة من السبعة للثمانية متاع الليل وعلى خاطر الصغار هما نورت الدار كل سبت عنا رونديفو مع ديوان كيدز من الخمسة للستة وقاية أمبيونس ديس الديوان
ورجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى لسبعة. عنا تليفون ولا لا؟ شوي آخر نورز يكون معنا تليفون مراسلنا في بنزرت بدر الدين عرعار، وباش نسألوا بدر الدين على الأمور الصحية في بنزرت، وإحنا قبل زيارة غدوة، زيارة هي كل عام رئيس الجمهورية يمشي البنزرت في عيد الجلاء وغدوة، باش نتابعوا أكثر تفاصيل على كل شيء، كل ما يهم عيد الجلاء في بلادنا غدوة. ما تخافش غدوة مش اليوم كابتن ريتو، كابتن يبدا يسال فيا بالعينين راه. اعطيني الميكرو، اعطيني الميكرو الكابتن.